يقول السائل: هل يجوز أن يؤذن الصبي الغير مميز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا يجوز أن يؤذن الصبي غير المميز، لأنه ليس له نية، والأذان عبادة، والعبادة لا بد لها من نية. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالصغير الذي دون التمييز ليس له نية، أما المميز فيصح أذانه لأنه ينوي، تصح منه الصلاة، يصح منه الصيام، ويصح منه الدعاء والأعمال، لأنه عنده نية وعنده قصد. نعم.